kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka socda gobolka Waqooyi ee Tigray ee dalka Ethiopia si aad ogtihiin ba dagaalkan waxa uu galay maalintii 22aad waxaana soo bilowday 4tii bisha November oo maanta 26aad dagaalka ayaa waxa uu galay ee xilli xasaasi ah waxa ahaddi rais wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu siiyay muddo 72 saacadood ah حكومته iyo ciidamada Tigrayga si ay isugu soo dhiibaan ciidamada dawladda federaalka ee dagaalka kula jira ee 72 saacadood xal ay dhamaadeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu soo saaray warqad iyo waliba war saxafeed uga hadlay dagaalka Abiy Ahmed waxa uu sheegay in wajigiisa saddexaad oo ah kii ugu dambeeyay dagaalka uu bilowday hadaba waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka iyo sidoo kale ee wajiga saddexaad ee uu Abiy Ahmed ku tilmaamay inuu yahay midkii ugu dambeeyay ee dagaalka ma noqon doonaa midkii soo afjari lahaa TPLF iyo waliba ciidamada daacadda oo ah kuwa federaalka dagaalka kula jira maxaa saameynaha oo ka dhalan karta halkeesa uu hawlgalkani ku dambeyn doona arrimahaas ayaynu ku eegaynaa qaybtan jaamac galad ee soo dhawow uga horeyn horta inta aan ugu dogelin warqadda iyo warsaxafeedka ra'iisul wasaaraha bal maanta xageeb uu xage wax maraya dagaalka بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جود هم بشعبك الصومالي ملك استوى جوجان نهرت ماشى وحمر أيام كل واد ماشى وحمر أيامون نو واد ماشى مشوا من بوقته هذا إذا إنسان لحد إن راح نروح جيت شو كتير مرة يسألنا مجرد دي مجرتو إن وحوي أنا أنت هذا مجرد ثلاثة مجر وح أنت بدن ده هولها وح لو نع يجو أي كهذا إيه جوبت شوجا وح شجعان بعدت كمارت يلوسي قبلي ها مركا إن مركن وصل نقول لنا عهول قال كان إن حلي وحاء هذا لي سرقال لي هذا محمد تسامة وكم إذا سراكيش عيدا كا نحن عن ماش اللي راية ما له هذا إن كسر كان سانج على هاي وحاء وكه هذا لي يعني أما وشيء جيبة إن هاتن أي عيدا ماذا الدولة الفدرال كدل كيتوبيا أي كهاري رئيسيين مقال هذا مقالة حارون تمام الكتكريجا أين السجيان أمريكا إن محمد كل أهلايته رئيس الوزراء أبي أحمد رئيس الوزراء أبي أحمد أمريكا هو بحي ما أنتوا بحي سفيان إن وليه لحسة عود يا لبيت ونسة عود كذب مركي دماتي بهشي وقبتي لواتني محاي تدواتني لبسة عود مركي دماتي لبيت ونسة عود كذب يو مارك تايتو أنا أرجع أمريكا بحي فرصة وقت يلو ديرني تيبيرف كل يموتش واحد دوني بهكلا هذا أنا إن مركا أمرك وابحي عيدا كوا كهري رئيسيه المجال هذا مقلاء عاصمة الديان كتكريجا وحيسوجيا مارت أمرك يسوجيا أمرك هنا ولا سي هنا جودك هو قلنا ويساق قبطان محمد كل هذا إنما كي ينسوجي إن أمرك مهم الضوء أنت لا يا وحي يعني عيدا كوا سيدي إن حكلا صوب مثل أمرك بجودك حكلا صوب بحي ينبل إنما جودك أي قتين ما لها أي قتين نو كور قبان سي يو إنه شيئين أمرك هو حن هذا وقفرنا ولا عاوا أن وقفرنا إن إنا ينوكي أي هركين عن عدالة ده يو محنكو إلى هذا يتو قرصوركا ودنوبتي أي قلين مارتي لغو قاضو واسيدة يو دي مارتي أي دو حنوغو شيغ هيانو مركي إلينا على غفيري وان رئيس الوزارة أبي أحمد مركي أمرك وبحي أمرك وحكم دها يعني إلو يري داتك يعني قوبها ددوينها إنا مارتي آد وحيا لبضن لوغي سنين لغا تحدرو وح اسكولاتك يو محنكو يا قوبها وح براشادة قوبها معابدة سيدة مساجدة يا كنيسيتك يو قوبها مارتي مدحفيدة أما مارتي قوبها دقنك أوكالي هيرتي جسكالي لهذو إيو وحيا لها هذو مارتي إن ميلاها برشدو أي سوكوتي مادو إن مارتي آن آد ياد لغا تحدرو آن لغو دق دقن وحنو عاوسوش مركا وحي تاسي موچيني ساي يعني عيدانك وحور تاقنبا مجرب إنه يسجلين بوها ماشا إسكا قليان هون واللي يه مركا تكتان ماشا مساجد إيا كنيسة دها إيو إسكا إلالي أو هدو منينا إن محاكو لهاية قوها إسكول كنا عرورتا كوان عرورتا دالين يعني لايني يا وحكو بران دوني محاكو لهاية يهينا هكدو منينا واتاي مركا قاب ير ماركتي عجائب لي يا مارتي وها الله يانو نما وحي باتونك يو قوتا أو آن مارتي وحور إستاقها يا بچرين با يا إسكا دقايان بس هو حاسس حال نقضه ونسوقه إنه وهاجك مقالة شن بقوله كنا روح إني كنا ريم بالقياسة رزالون حولي هاي جوابها تدوينها على قل لحظة معقول متى يدا الدجال الصعود ومحب اللي يسر منن إلا سكيل عليه تركي جوابه ورزالو شيء ما إلا بربريو هذا ما رزالو
يعني الهجوم معناها مركب واقف فنا يا مياه سيدي عشان تبقى له كل ماشي تشوف تبقى واسكر اي رجع دمر با اللي عندك هو بلوق قبي ها اي وكا مركب الله يو ماشي تشوفه واسكر ايه نو يجيه سيف يعني ايه نترك لكم هذا كده يعني ويتقينا وحيسكو دين يتقين كباب يعني مجال هذا سكلا ويكون قل كرا المجر هرب واحد جبن وانا وين يعني واحد جو لهاي مجال هذا وانت خين تونا قلما مذوبي والرضا الحقوق هذا نهاية كون قحطي ويكد دين هي مرك ملقيا بقى يجو تات كدولة يفرمها لص درة ولا علقو مجنى إمبل أي حقا إس حكم يان أو قاب كله قاب كله كويق الكلام مرك وين وعوي تو بيا تات كني لينتان إني إنه لازم وإني إنه لازم بقدرن إياه أي وكا أسكرت حتى أنا مش كسور لينتان بعرف ربع كون هاد دجالما كون دجالما يعني مدينو كسور نظلان ربع إني تكريه أقول لقام بعرف ربع وأسكر كله فريش دبل آخر تسابت أكون مدينو ويسوي شيء يعني ها واحد بدنا ويفهم يعني وقتها مرك نرش هذا الله ما باهنا مرك أسكرت تكريه أنا إسكوب بحان إسكوب بابان وماشى برشة عصب عليك صوب حلو واحد لو باهن يهويان وقرشياش ما أرتي دولدة شو دولدة نسي هذا أسكر دجال كشيء دي بحد وصل نقطة يا ذيك بحان مرك أنت زي أنت يا كوب حلها إيه وين هلا كوب حانها قال أم بارليه ما قال قال أم بارليه ما قال مرك قال اللي هذانا ده ما قريء أنت قشاي وإسلام دميسة وإسلام قايسة أيها هلا كسو هلا سوين تكلم أنت قامها تاعنا يو ما ده قامها سارية سيد شق شق هنا يسوى بحان هكسوين هكسوين تاعنا وها هزوا داروا حوش شقي أنا عبد الله ولا شر نقوم مكان وقت أنا سوا ها سيد يا ردي هرودة هاي شر بس كسو قيب ها شركي ويلو مغي مركو حلا انا شركه سو لغم سو مدمه بس ويهاك رئيس الوزراء القدس و خو شيغت 22 ساعه اده او قبت اني جان تي بي اف مامولكودا غران عيدمدي قار كفايسو او كمانان باي سو ديبو ان كسو ايسن جين عيد حقيقتين كرتا او مدح معقول متى اني جان انا رئيس الوزراء بين شيغي دي ماينه ويرون ها في سو ديبو اي وكا هدي مركا معنا فرصه كيف هي كونان بس سوري في سماه كمانان واه كمانان بول ها ارمو دهي ملايين الجارك ها ارمو هي كو مليشاد ها ارمو ملايين ارمو دهي واش كون يا 2 كون يا 3 كون يا 4 كون سو كو اسو لها ما 10 كون بان ديلي مركا 10 كي ديلين 10 لميد هدي اس سو ديبتي واخ معناها ايالانيس انتي كلا ها كوي كلا جوغا واحد ما دام لو بقول لك كنت كون سو قياسي تليه سي عيدنكا تشيف اوف اوبريشن كي يا شلا لا غا بخاي موقتا مركا اسونا وا اون ارتي مركا حق لدي سن 10 باي سو ديبتي 10 وان ديلي اد يا tobanow waan dilay tobanow is soo dhiibtay waxa u dhigmaa marka taliyaha la dilay marka 20 kun waan ha 20 kun ma baxday tigreegana waxay dilay taliyaha marka 200 kun baad marka 200 kun baad ha 200 kun baad marka meesha waxa lagu hayo waa sheeko weey waa qarash baa lagu haya meesha bodo 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 waa waxaan dilay wax dadkan madal xayawaan oo taagtaagan ba la soo qab qaanayo ku is soo dhiibahay iyo 10 kun la dilay iyo meesha waxa weeyey dagaalka ka socdaahay waa waxa weeye waa dagaal dhinaca afka ah kan afka ah aad u xoog badan laakiin haddii waxaan jecelan lahayn inay maartay waxa macquula no sheegan waa isan wax walba nagu deeyay way hagaag tobanno waan dilay tobanno waa soo aad iyo aad soo dhiibtay aad iyo aad ee waqtiga rais wasaaraha uu soo saaray maanta waxa ku jirtay in TPLF ay xiraan albaabkii nabadda ugu dambeeyay isagoon albaabkii naartu furayda ay oka waan gartay albaabii naartan furayna abuur samaha muhiimad markaa de baan arkay haday uu keen nabad iyo naxariista soo xidhan soo keen naaraha intu furo ha ku wakaasa hadubto waag waxa iyadoon la kala tabaroonayn fiiri iyadoon la kala tabaroonayn qoladan asaga hadda beesha caalamka iyo xiba maqlahay wuxuu rabaa dagaalkan in laga gado markaan caadumo idan warsanno buuri markaan noo soo gurmada inta kale anaga wadha isku haynaynaa nadaaya anaga soo kala fudud qaadaynaa marka muhiimadda uu raa waxay tahay in laga gado tikreega iyo maxaan ku leh dagaalkooda iyo waxa la yiraahdo waxaasna qaata maxaan iyagana waxaan u geeyneyna kala jooga yaani filin maartay noocaas oo yar maartay isxayisiin ah oo maartay uu ku doonayo xogaa inuu magaciisa ku ilaashado in ra'iisul wasaaraha dhamaad dalka Ethiopia oo in maxaa wax balan qaaday ba balan qaadkii maartay ya si fudud uga baxaydaas ku dhiba moogtahay in cadaadis xoog la saaro oo gurmad badan la keeno oo liyaha dawladda Ethiopia gurmadkan ha qaybiso oo ha dawladeeso inta dadka dili lahayd waxa filimayr noocaas ah laakiin meeshan awood markii liyahaado lama kala awood badna
chaniska oo wuxuu haystaa oo kaliya xiriirka beesha caalamka iyo ummadii iyo haa oo diwaan ra'iisul wasaaraha dalka kuwan intii buu ka goostay cid la hadlaysa male markay iyaga hadii hawada loo furo waxa weeyaan iyaga ka anteena dheeraan laha waa tahay wuxuu yiri hawlgalkan waa kii saddexaad waana kii ugu dambeeyay macquul ma noqon ma noqon kartaa in hawlgalku noqdo kii ugu dambeeyay ee TB Rose of Jerla dabadu ka furan yahay laakiin هذا marka waxa weey meeshu waa laba qolo waxa weey waa laba qolo oo isku tabara isku awooda isku tabara isku ciidana isku taliyayaal wax walba iska yaqaan wax walba isla yaqaan waxa hada maartay ay isku seegan yihiin waa is yaqaan sargaal walba sargaalka ka soo horjeeda oo garanaya magaciisa oo saddexan iyo meesha ku dhashay iyo tababarkiisa iyo xirfada military ee uu leeyahay iyo waxa ka suurooba wuu garanaya marka laba qolo oo kala awood badan waxa kaliya ee xogaha reega looga yar maartay gabgab loogu gabgab leeyahay waa ciidamada cirka weey ha ciidamada cirka ayaga horta kaga salaawadiyay oo nafti ala lahayd u keenay ha yaani albaabada kama bixi karaan si fiican halka uu ku jiraan oo diyaarad uu admood dhagax la soo tuuray unba waf uu ku dhaafay waxbay web ka seen kadeedkaas haysta marka si fiican marka inta mooyaane inaha kale oo dhan way ka sameeyeen diyaarad hadii la yiri hadii diyaaradaasi wax loo kaadiyana waa la diiran qoladan abi axmed u diray aad iyo aad dad cayd ah oo meesha aan waxba haysanin oo dadkan inuu maaragtay lacag wataan moodahay ya meesha joog dad baa barsaaqad u dooranba ay habad ka dhacayso marka waxa weeyaan wax si kala maartay wax tabar isku ma dhaamaan waa tahay ugu dambeyn hawlgalkan xagee ku dambeyn doonaa hawlgalkan wuxuu ku dambeyn doonaa malaga yaba inuu ka qalaalaado hoog iyo baab ku dambeyn hawlgalkan dadba waxay leeyihiin waxa bilowday hawlgalkii dhimashada ha ma hawlgalkan hoog iyo baab ku dambeynaya askarta meesha tagtay waxa weeye nagaan waa la isla meereysanay aad iyo aad ninkii deenin deegaankiisa ku dagaalamaya iyo nin maxaan ku yiraahdaayto kor laga keenay oo la yiri dal iyo dad dhanba dhacaysa ay soo orod liyiin oo maxaan ku yiraahdaayto isagu doonaya maxaan ku yiraahdaayto darajo iyo inuu dallaco oo dad dhiiggii ku dallaco doonaya markii waxa weeye waa isma keeni karaan saddex bilood oo dambe hawlgalkan markuu socdo ciidamada Itoobiya iyaga lafahooda u kala tegey marka hawlgalkan waa hawlgal aniga ay ii muuqato inaysan Itoobiya ka dambeynin meesha hawlgalkaas ku dambeeya unba Itoobiya haddii ay heshiiyaan oo inta la heshiiyo oo miiska wadahadalka la isugu yimaado wax un la isku qanciyo ilaahay oo Itoobiya badbaadaa markaa haddii laakiin la heshiin waayo oo ra'iisul wasaare Abiy Axmed warkiisan uu ku adkaysto aad baa loogu baahan yahay hawlgalka hal la xoojiyaan leenahay annaguna waa ka qayb qaadanaynaa waa tahay su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiiyey hal arrin aan rabaa inaan ku weydiiyo oon kusoo gabagabaynayno booliska federaalka waxay dhahaan TPLF maadaama xaaladu ay ku adag tahay waxa laga yaabaa Maykatra xasuuq lagu eedeeyay dhalinyarada TPLF ee Tigreega oo qoomiyadaha kale u geysteen mid la mid ah inay ka geystaan Maqale haddii xaaladu ku adkaato ma laga yaabaa dadka inay waxa weeye yaa u sheegay iyaga macnaha waa Maykatrana waxay ku leeyihiin hadda human rights ee Ethiopia waxa gudiga xuquuqda insaanka ee gudiga Ethiopia gudiga xuquuqda insaanka ee dawladda dhexe Ethiopia yaa horta waxaan sheegayaa moogtahay ayagaa qayb ka ah sidii xasuuqa markay dir fiirisay u hadlayaan in dadkan meesha lagu laayay Ilaahay ba garanay cidii laysay laakiin dadka goob joogayaashi qolo waliba sida iyagu ay jeceshahay iyo u hadlayaan xamaaradii goob joogayd waxay leedahay tigreeb aan laayay tigreegii iyo dadkii kale ee qoomiyadaha kale ee joogayna waxay leeyihiin militariga Itoobiya laayay ama ciidanka Itoobiya laayay ama milishada Itoobiyana laayay okay tan hadda ah cidda waxbaan laynaynaa waxbaan burburinaynaa waxbaan baabi'inaynaa leh taa unbaa rabta inay wax la isu kulli waa dawladda federaalka Itoobiya iyada unbaan madaafiic haysato hadda maqaladu qaynaysa marka qofkii maqala ku dhinta ama tigreeha ha ahaado ama xabash ha ahaado ama wax kale ha ahaado dee ninkii meesha tagay ee dagaalka la aaday kaa unbaa dilay awal horeba dadku waa ku noolaayeen soo maaha aad iyo aad marka anigu ma arko hadda tigreegu inay ku soo jeedsanayaan
شعب كي كل حنولا ودك دتسا قن أسيا ما هذا ودك وحوي ومع بقول لكم وقحتي إريتريا أنا يا كل حنولا وحريه هذا هذا اللي دقيني ومقاله والبا حميرة يدقناين أديغرات بيدقناين مقالها دور كان باكوتال وحراه ودك إريتريا كو حريسيهن مركا إن ما ملاينا يانو حمارة شوكتة وحمارة سيدان أو محام كل هذا يطلع حسوق يا ما ورق جد ما حمارة هذا تجري حسوق هيان برا حسوق لها يو ضلك هاي استا يا حسوق لها وحقك أدب ما سين هاي جامع دو ضيال قطب كان أنت سين كسوق بجبين لنا تاني أنت عندي بسوق سوق الله بندونه أدب بهوا دلوقلا دو حان دكتور أفنان سيدا سيو نبتقلي